سلام للجميع، سلام للمتابعين، لكل الأصدقاء، سلام للإخوة الأعداء، سلام للجميع. ليه لازم نسلم على الكل بدون استثناء؟ ليش لازم ما يكون في عنا أعداء أقل ما يمكن بداخلنا؟ بالواقع الخارجي ما نحن عدوين أنفسنا، أصلا نحن عدوين لحالنا، يعني كل الوجود هو عدو للحالة الروحية السامية. عداوتنا دوما عم بتكون من أنفسنا من داخلنا. أما بيتوهم علينا أنه في أشخاص معينة عداء لنا بخارج ذاتنا. منين عم تجي هذه العداوات او هالاعداء المزعومه؟ بتجي عاده من فجوات ضديه داخليه. شو يعني؟ مثل انه هالوجود بالانفجار الاعظم اللي دوما موجود، هذا الانفجار دوما حالة الانكماش من الأحدي للتعددي، بعدين من التعددي بترجع للأحدي. هاي هالموجة دائمة الانسياب، انكماش انقباض انقباض لللانهاي بالصغر، بعدين بصير في اتساع لللانهاي بالكبر. هاي موجودة دوما. نحن بالأساس وعي الأحدي، يعني نحن بالأساس وعي الروح، بالأساس يعني كائنات من نفس واحدة. نحن النفس الكلي، نفس الكلي عادت إلى ربها، يعني صارت مع النظام العقلي الشامل لكل الوجود اللي هو نوصفه مثل الدي ان اي، الشفرة الواحد اللي بتعطي كل هالتعددية للأعضاء والخلايا. إذا من الأحدية عم بصير في تعددية، من البيضة بيضة الدجاجة مثلا خلية وحدة عم بصير في دجاجة كاملة مليارات الخلايا. ترجع دجاجة تعطي بيضة، ترجع البيضة بتعطي دجاجة. إذن من الأحدية للتعددية، من التعددية للأحدية، وهكذا. طبيعة العالم الثانوي، طبيعة العالم الثانوي انكماش بعدين انبساط، انقباض بعدين توسع أو تمدد. منين عم تيجي فكرة الأعداء؟ عم تيجي فكرة الأعداء من وجود فقاعة بداخل هالمحيط. كل ما اتعمقنا للمحيط منلاحظ في سكون أكثر وفي خلو من فقاعات الهواء، بتصير تصغر 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 بحكم الضغط. بداخل العمق ما في فقاعات. كل ما خرجنا شوي من الأحدية لطبقات ثانية عم بصير في فجوات. هاي الفجوات هي عبارة عن رغبات، أفكار. نحن بدون فكر، وجود واحد، وجود مبسوط بالرغم أنه مقبوض جدا، بس مبسوط جدا بالرغم من أنه واسع جدا جدا، ايضا ضيق جدا جدا. يعني هون عم يجمع سالب والموجب. خرجنا لعالم السطح صار يتشكل فجوات فقاعات. كل ما خرجنا للسطح اكثر صير بتكبر الفقاعة، بتكبر بتكبر لا تطلع على سطح المحيط بشكل فقاعة هواء. نحن الان اجسادنا اشكالنا المتعددة هي فقاعات الهواء. نحن الآن فقاعات هواء، أصلنا عمق سكون المحيط، وجودنا واحد، من نفس واحدة خلقنا، روح واحدة بالجميع، أحدية، موجة وحدة، خط مستقيم عطى كل تعددية الاهتزازات. بقيسوا الموجة إلى طول، نصف موجة أو موجة كاملة، في موجات قصيرة، في
قصيرة جدا، في طويلة، وفي طويلة جدا. في كثير 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 موجات لا نهاية، مثل اللون الأبيض تعطي منه لا نهاية من الألوان. في لا نهاية من الألوان، من موجة وحدة عم يطلع كل هالتعدد، من شفرة وراثية وحدة عم يطلع كل هذا التعدد. أيضا من عمق سكون السلام المحيط المهيمن بداخلنا، لما منقول بداخل النفس يعني بالنفس الكلية فينا، يعني محيط من النعمة والسلام لا نهائي القدرة فوق الزمان والمكان، مساحة من الأبدية، هي نفس عمق الإيمان الحي فينا. من هذا العمق، من هذا العالم البسيط الروحاني، حيث المذهب لاهوتي يشع بالقدرة الإلهية، من هذا العمق صار في ضدية بداخل النفس. الضدية هي فجوات اجت بشكل رغبات، عبر عنها بالوجود الحالي بأفكار. بالأساس الفكر هو جهاز نبيل جدا جدا وحساس جدا جدا، فقط ليستقبل مواضيع الحواس، كاميرات عم تصور، دوما عم يخزن، اذان عم تسمع، وهكذا باقي الحواس، كل هالاختبارات عم يسجلها الفكر. الفكر له الاف السنين عم يسجل عم يسجل عم يسجل، فصار في حجب. هالحجب منعت الصورة الحقيقية لإلنا نحن، عمق سكون المحيط. صرنا على السطح عم نعيش فقاعات، هاي نحن فقاعات الآن. ليش فقاعات؟ ما نفكر 70 سنة يعني اللي بدك تعيشهم كثار، يعني شو 70 سنة؟ 600,000 ساعة مثلا، بالساعات عمرك عم يمضي، ما في يعني فقاعة، انت فقاعة ولا شيء، صدق ولا شيء. فقاعة ارتبطت بقش، عملت لحالة بناء، اخر شيء انفجرت. والاكثر من هيك والادهى والامر، عملت لحالة لون عقيدي، محدودية مذهبية، عملت حشد من فقاعات اخرى. وماذا يعني دين بألف سنة أو 2000 سنة؟ ولا شيء، كله انفجر. آلاف مؤلفة من الأديان مر على البسيطة، أديان معتقدات شان تقوية الحشد، لعل إن تعود. مع الأسف عم ترجع تاخد طابع سطحي وظاهري وكله ينفجر. والحقيقة إنه أقرب إليكم من حبل الوريد، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. منا يعني لما نحن نجي من نصب فلان عدو إلنا، ايه عدوي قتلني، يا ما في حوادث بالتقمص، بغض النظر بتأمن بالتقمص ما بتأمن، هي موضوع فيزيائي أكثر ما هو عقيدي، قانون، قانون من قوانين الوجود. مين انت لتؤمن او ما تؤمن اصلا بالشمس؟ يعني غريب انه واحد بكفر هذا الموضوع. قانون موجود مثل شروق الشمس، هذا الوجود اللي له ابعاد. كثير من الحوادث ممكن نستعرض بعضها بالقناة الثانية. طفل صغير بيتذكر قاتله، وفي محاكم صارت تاخذ بهذا الامر، يتذكر القاتل اللي قتله. النفس اذا تشكل عنده عداوي من هذا القاتل، صار في عدو مزعوم خارج، فلان نصب علي صار عدوك، فلان اهاني صار عدوك، عمليا انت اللي عم بتولد هذا العدو. ليش؟ لانه داخلك مش مرتبط بالاحدي، مرتبط بهي الانانية، والأنانية ما إجت غير بسبب برمجيات فكرية عبر مر الزمن، ما رأيت وسمعت وهكذا تراكمت أحداث بلاوعيك. هذه الأحداث مجرد ما إنك بدك تبدأ بمسيرة الحياة
عبر هالزمن، خصوصا إذا سلكت طريق بانضباط، خصوصا إذا سلكت طريق روحي رح تكثر ظهور الأعداء بساحتك. شو السبب؟ لما بدأت أنت تنظف من هالبرمجيات صارت تجي العدوات اللي هي فجوات داخلية، فجوات داخلية. هالفجوات ظهرت للسطح بشكل ظلت تطلع فقاعات من التراكم برمجيات فيك، موجات أخرى يعني غطت على موجة الأحادي، فقدت النقاء، فقدت الصفاء، فقدت التواصل، فقدت المركزية الحقيقية، فعشت الوهم. الآن بدأت تتوجه للخير، للنور. بمجرد ما بدأت تتوجه لحرارة الشمس بدأت حرارة المحيط إن تسخن ترتفع. وضعت أنت في ذكاء كوني طبعاً عم بيشتغل، وضعت قدر من الماء، عرضته الحرارة، بدأت فقاعات تظهر. أنت تعرضت لحرارة الإيمان أو المعرفة أو التواصل مع ناس من أهل المعرفة أو الانضباط، الذكر، التأمل، أو حتى أعمال الخير، تقي شر من أحسنت إليه. ليه؟ تتفاجأ بعداوات بسبب هالظواهر هاي، لأن أنت بدأت بارتفاع بحرارة العقل، بدأت تتشكل فقاعات. منين اجت؟ من نفسك، من داخلك انت باللاوعي فيك برمجيات، والا ما كنت هذه الفقاعه الوهميه الان اللي عم تعيش صارت تظهر للسطح. لما بتظهر للسطح شو يعني؟ ظهرت فجوه للسطح. شو يعني خرج منك فجوه ضدي، فكره، شعور، اي ظهر بشكل حدث او شخص. خرج للسطح يعني ظهر بشكل أشخاص. أحب أعداءكم وباركوا لعينيكم، مبارك كل رسول ألم يأتيني منك يا الله. ليه؟ لأنه ما بداخلك عم ينعكس على الواقع الخارجي. هذه العداوات المزعومة أنت عم ترجع ترتب كارما من جديد على حالك. ليه؟ عم ترجع من جديد تولد أيضا عداوات ومشاعر وأفكار حول الأشخاص بسبب قلة الحكمة، قلة المعرفة، بسبب الجهل. الجهل أفيديا، الجهل، ظلمة بالنفس. ما بتعترف، ما بتعترف بوجود البرمجيات باللاوعي، ظلمة بالنفس، حاجبة تيار الروح الصافي النقي، ظلمي بالنفس أدت لوجود كل الشخصيات بساحتك الحياتية. الشخصيات ظاهرة طبيعية جاي بقدر دقيق. إذا أنت ما اعتبرت اللي نصب عليك وقتلك وأذاك وسخر منك، ما اعتبرته عدو، اعتبرته وسيلة خلاص، وباركته ودعوت له بالتوفيق والهداية، وما تشكل عندك أي مشاعر سلبية، خصوصا بالدقيقة الأولى، بالساعة الأولى، باليوم الأول، بالشهر الأول، بالسنة الأولى. في ناس مع الأسف حيوات بيظلوا حاقدين، هذول بيشكلوا كثير كارما على حالهم. إذا ما تشكل عندك الآن سامح كل من أنت بعداوة معه، سامح من داخلك وركز هذا السماح، غلفه بالنور، تنهي الكارما الخاصة بهذا البرنامج، انهيتها بسرعة. صحيح رح ترجع توصل لقمة هرم، هو عبارة عن قاعدة لهرم من جديد، رح يرجع يصير في عندك اختبار واختبار واختبار. هاي اصلا انت موجود بهذا العالم اللي هو عالم ممر واختبار وبحث دائم. النفس بنورانيتها وأحديتها وروحانيتها وجوهريتها وذاتيتها سقطت من عالم الوحدة لهذا العالم الأسود الكئيب المظلم
حكي مش من عندي؟ هرمس الحكيم: يا نفس لقد كنت في عالم الوحدة غنية مبصرة عالمة، تبصرين العوالم كلها محضرة منضدة بين يديك، فأردت أن تختبري عالم الكون والفساد. أردت يعني رغبتي. عالم الكون والفساد يعني هذا العالم اللي هو في ولادي موت دوما، قباض وانبساط. هذا العالم الثانوي اللي عم نختبره الآن، نجاحنا برؤية الأحدي أي إرادة إلهية وراء الأعداء هو نجاح بالاختبارات. نحن بالأساس عالم وحدي وأحياء، عالم شفافي، عالم محبي، عالم جمال، عالم الجنان موجودين فيه بشكل طبيعي. شفنا هذا العالم يلوح كحجر أسود في قعر محيط الحياة العظيم. نحن مختبرين الأحدية بكل الوجود ما عدا هذا العالم الأسود المظلم. إلا النفس بتحب المغامرة والاختبار، فضول، حبة رغبة، يعني بدها تختبر هذا العالم. ليه؟ لأن النفس مش كاملة بعدها، حابة تختبر كل ما في الوجود، فترى خلفه إرادة أحدي نسميها إرادة ربانية أو إرادة إلهية. شافت بهذا المحيط الإلهي العظيم في حجر أسود مظلم، فجوة ضدي، ما هو كل شيء داخلي ينعكس على ما هو خارج، وهي شفافة، فاللي خارج ذاتها هو نفسه بداخل ذاتها. عم بحكي عن عالم نقي جدا، النقطة السوداء بتبين على البساط الأبيض على الورقة البيضة. نحن الآن لأنه بعالم أصبحنا غير أنقياء ما بنشوف الحقيقة تماما، أما الآن هذه الحقيقة تتلى على رؤوس الأشهاد. نحن نخلق والدينا، نحن نولد واقعنا، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ خلق رب العالمين قوانين، لأن نحن عم نخلق من خلال أفكارنا رغباتنا. بس عمليا إذا أنت ما عرفت شو اللي مسبب لك الأحداث والعدوات، في خطأ قديم أنت أخطأت. هي قول هرمس الحكيم نفسه، إذا ما تذكرت خطأك اللي أنت عليه الآن، تذكر أنه أنت أصلاً أخطأت لما جيت لهذا العالم. هذا اسمه خطو آدم، خطأ آدم، هو خطأ آدم نزل من عالم الجنان. آدم نحن آدميين. الأطفال عادة بيحبوا دوماً الإشارة اللي خارج ذاتهم، أنه في آدم ورجع من ضلعه حواء، تزوجوا جابوا كل هال، يعني هاي أطفال لأنه بيحبوا قصص خارج ذاتهم. نحن الآدميين، نحن نزلنا من عالم الأحدي. ليش نحن كثار؟ واحد، نحن نفس وحدي. هلق نحامتوها منه كثار لما بيشعر أنا وإنت واحد، كل الموجودين. هاي اسمه الجنة، عالم أحدي، والنار هو الحجب، هاي الانفصال، تعداد. المعرفة بالأحدية لما كلنا واحد بالروح، نتوهم صور مختلفات، فقدنا التواصل. ليش خلقنا من نفس واحدة؟ فقدنا التواصل، صرنا بالجحيم، عالم الجهل، وادي الدموع. مش من عندي تسمية وادي الدموع، النبي سليمان ابن داود عليه السلام، وادي الدموع. فلما انت في عندك اعداء خارجيين على شكل اشخاص، معناها فاقد تماما وجودك المحب اللطيف الذي ينظر بعين الله، فاقد البصيرة. اوف لهالدرجة، فلان اساء، ما فلان اساء، هاي اسمها عيش الوهم. هاي الفقاعات اللي خرجت على السطح بعد انت ما بتقدر تغوص للعمق، بدك زمن وتدريب وتأمل وانضباط، بدك عرفان. في ناس بيقفزوا مباشرة مع هذا الكلام وبيحلقوا وبينموا وبيوقفوا هاي الكارما المستمرة، بيوقفوها، بيعرفوا انه كل ما يظهر في ساحة الحياتية عبارة عن فقاعات الوهم الآن اللي أنا ولدته
لما ما بيكون عندي أعداء أحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم، لما ما بيكون بساحتي أعداء معناها أني مع نبع المحبة الصافي. الله رب العالمين ما عنده أعداء، وغاية الإنسان يوصل للنظرة الإلهية أي الموجة الأحدية. ما بدنا نحن سيبنا من المعتقدات وشو بتفكر الناس من خلال أفكار الوهم، الله له أعداء وكتب بكتابه كذا وكذا، تفسيرات كلها خارجية للأطفال، هي قصص للأطفال رويت مشان ما يصير في مواجهة حقيقية مع النفس. نحن اللي عم نخلق واقعنا، نحن اللي عم نتوهم الأعداء، علما بأنه الأعداء هني صمامات الأمان اللي إلنا. عكس، أحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم، نحن ولدناهم في فجوة منا طلعت. أحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم، لما عم يلعنوكم عم بقوّوا العود الحميد لداخل نفوسكم. مبارك كل رسول ألم يأتيني منك يا الله. هذه المبادئ بالتسامح والسلام مش للتنظير ولا للكلام، هي للتطبيق مباشرة بداخل النفس. وإلا نحن أعداء الرسل والأنبياء والمسيح ورسول عليه الصلاة والسلام. أحسن لمن أساء إليك، قول الرسول أحسن لمن أساء إليك. الدين المعاملة، ولكن ذكر بالقرآن كذا 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 أعداء، قصص للأطفال تفسيرها آخر تماما. نختلف على التفسيرات، ما بنختلف نحن على المجوهرات. في واحد بيشوف مجوهرات زجاج، وفي واحد بيشوف الزجاج مجوهرات. نختلف إذن على التفسيرات. اختلاف وجهة النظر بسبب شو؟ بسبب زوايا النظر المختلفات لحقائق الوجود حسب سعة الإنسان واستيعابه. ويا نعمة من استطاع ألا يترك نفسه تعادي أحد. ممكن يكون في عندك أعداء كثير، ممكن يكون كل العالم عدوك أصلا. الحقيقة الروحية كل العالم عدو إلك، عم يجذبك لبرا لأنه ما في غيرك موجود. هي بالحقيقة الروحية ما في غيرك موجود. مين أنت؟ أنت الوعي الأحدي. ليش؟ شو الشرك بالله؟ الشرك هو اعتقاداتنا أنه أصلا في الله وفي نحن، هي اسمه شرك. ما في غير الله، يعني ما في غير موجي وحدي. لما نحن ننسجم معها نفينا الشرك. كل العالم مشرك ويدعي التوحيد، وما في واحد بيشيل الشرك إلا ليطلع من هذا الشرك اللي هو مصية العالم الخارجي. وعم بتقول لي في أعداء، فطبيعي بصير العالم بسيط، بصير العالم حلو، بصير العالم جميل ويلامس أعتاب الجنان. لما أنت بتبطل توجه أصابع الاتهام للآخرين، حكى عني، قال بي كذا، ووصفني بكذا، خليك مبسوط، هذا عم يشيل عنك، خليك مرتاح. أحبوا أعداءكم وباركوا لعيني. فإذا أني لعب ولد الأعداء، أني لعب ثبتهم، أني لعب فكر فيهم، أني لعب بغذي هالعداوة والشحناء والبغضاء فيهم من خلال توجيه الأفكار. بينما لما بصير في عندي مركزية بالنور، وعيني الثالثة عين البصيرة عم تنظر بعين الله، فهذا بالعكس، هذا ابني، هذا العدو ابني. ليه؟ لأني أنا العقل الشامل خلقته الضد. طبعا بتصير فيه مع العداوة والأفكار المعادي مشاعر سلبية، مع الصداقات بتصير فيه تعلقات، في أشخاص أصدقاء بتصير فيه تعلقات، أصدقاء الوهم، لأن الصديق الأوحد هو الله. ليش؟ لأنه كلنا معه، كلنا فيه. الصديق الأوحد الله مش هي عبارة عن إهانة للأصدقاء، لا، الصديق الأوحد لله يعني كلنا به
نفس واحدة. هي اسمها صداقات لم تؤدي لعلاقات وهمية وتعلقات وروابط، وعدوات الوهم بتؤدي لهالحروب اللي شايفينها داخلنا وخارج ذاتنا فرديا وجمعيا. فإلنا الخيار نختار الجنة أو النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.